طبعا الترم ده بيبدأ معاك بنهاية الحدث اللي هو كان في الترم الأولاني. طبعا الحدث انتهى في الترم الأولاني إن تم قتل سيدنا علي بن أبي طالب على يد الخوارج اللي هم خرجوا من جيش سيدنا علي. حلو حلو. طب بعد ما سيدنا علي قتل، طبعا سيدنا علي قتل بسبب الفتنة اللي عملها عبد الله بن سبأ زي ما انت عارف. طب بعد ما سيدنا علي قتل، مين اللي مسك الخلافة بعد منه؟ مسك ابن اللي هو الحسن. تمام. طبعا سيدنا علي كان عنده ولدين اسمه الحسن والحسين. فالهم يا سيدي، طبعا سيدنا الحسن مسك من سنة 40 هجريا إلى سنة 41 هجريا، في خلال سنة. طب ماذا حدث في خلال السنة؟ طبعا لسه كان في مشاكل ما بين مين ومين، ما بين الحسن والحسين من جهة ومعاوية بن أبي سفيان من جهة أخرى. طبعا أنصار ده بيأيدوه وأنصار ده بيأيدوه وبيتخانقوا مع بعض. فجي سيدنا الحسن علشان يمنع إراقة الدماء ويمنع الناس اللي بتقتل في بعض، فجه سنة 41 هجريا تنازل عن الحكم لمعاوية بن أبي سفيان وسلموا الحكم كده وقال له خد يا عم الحكم وانت احكم. طب ليه يا سيدنا حسن؟ قال لك حفظا لدماء المسلمين او حقنا لدماء المسلمين. ومن هنا معاوية بن ابي سفيان اسس الدولة بتاعته اللي هي الدولة الاموية سنة 41 هجريا، وسمي هذا اليوم بعام الجماعة. تعريف عام الجماعة هو العام الذي اجتمعت فيه كلمة المسلمين على مبايعة معاوية بن ابي سفيان خليفة للمسلمين. طب رد فعل بقى الناس اللي هم بيحبوا الحسن والحسين، هل تقبلوا هذا الامر عادي؟ قال لك اه تقبلوا هذا الامر. طب لما؟ قال لك لان تنازل الحسن ده حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحسن كان لسه صغير قال نبوءة بالنسبة ليه الحسن، قال ان ابني هذا سيد، ان ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين بين المسلمين. معنى النبوءة ان سيدنا محمد تنبأ ان الحسن هيكون سيد، يعني هيكون هو الحاكم، وفي الوقت ده هو اللي هيصلح بين المسلمين اللي هم بيتخانقوا مع بعض. فلذلك استبشر المسلمون بهذا الامر وتركوا الامر لمعاوية بن ابي سفيان. طب معاوية بن ابي سفيان عايز يسمي الدولة تحته هيسميها ايه؟ قال لك معاوية بيدعى معاوية ابن ابي سفيان ابن ابي امية، فاخد كلمة امية ديت اللي هو جده الاكبر وقام مسميها الدولة الاموية نسبة الى جده. طب الدولة دي كانت عاصمتها فين؟ قال لك كانت عاصمتها دمشق. دمشق دي في سوريا الشام. عدد الخلفاء اللي مسكوا في الدولة الاموية حوالي 14 خليفة. حكموا في قد ايه؟ حكموا في 91 سنة، يعني خلال 91 سنة حكم 14 واحد. هو مش مديك ال 14، هو مديك بس اربع شخصيات اللي هم المهمين، اللي هم مين؟ معاوية بن ابي سفيان، عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز. اولا معاوية بن ابي سفيان، خلي بالك معاوية بن سفيان قبل ما يمسك الخلافة برضو كان من الشخصيات المهمة جدا. الراجل ده كان من كتاب وحي الرسول، الراجل ده شارك في حروب الردة مع ابي بكر الصديق، الراجل ده اصبح والي الشام سنة 18 هجريا ايام عمر بن الخطاب، وبرضو كان والي الشام ايام عثمان بن عفان لما سيدنا عثمان طلب منه انه يجهز السفن عشان معركة ذات السواري. ترتيب معاوية بن ابي سفيان هو ترتيبه الاول في الخلافة وبيدعى بالمؤسس الاول. الراجل ده عمل عدة اعمال عظيمة جدا. اولا جمع كلمة المسلمين، ثانيا ام نقل العاصمة من الكوفة اللي كانت ايام سيدنا علي ودها الى دمشق. ليه؟ حتى يكون بين مؤيديه، الناس اللي هي بتحبه، الناس اللي هي بتسمع كلامه. ثالث حاجة انشأ ديوان اسمه ديوان الخاتم. ايه ديوان الخاتم ده؟ قال لك ديوان الخاتم ده دوره يحفظ ويختم مراسلات الخليفة. طب ليه الديوان ده تم انشاؤه؟ قال لك لان ايامها كان في تزوير، يعني مثلا واحد يبعت رسالة باسم معاوية بن ابي سفيان، يعني اللي هو كانه هو معاوية هو اللي بعتها، الامر ده كان كارثة. فلذلك كان لازم يبقى في ختم من الرئيس او ختم من الملك يثبت ان الرسالة دي تبع الملك. رابع عمل عندك انشأ نظام اسمه نظام البريد، طبعا زي البوستة كده اللي هو بيبعت الرسائل. خامس عمل عندك بقى هو ادخال نظام الوراثة، يعني اللي هيمسك بعد معاوية ابنه. طبعا النظام ده بالنسبة للمسلمين طبعا هو نظام مش كويس، لانه كان قبل كده الخلفاء كان ماشيين بنظام الشورى، يعني اللي بيمسك الدولة عن طريق الانتخاب، وطبعا كانوا بينتخبوا افضل شخص. انما نظام الوراثة بيجي الملك لما يموت ابنه اللي يمسك. طب افترضنا ابنه ده وحش يبقى هنعمل ايه؟ لا انت خلاص يا باشا نظام الوراثه ده لما الملك يموت ابنه يمسك وهكذا. سادس عمل بقى طبعا هو وصل حركه الفتوحات الاسلاميه زي الخلفاء الراشدين، بعد كده اهتم بالبحريه الاسلاميه زي سيدنا عثمان ابن عفان، اخيرا بنى مدينه جديده اسمها مدينه قيروان في
تونس، قيروان في تونس. الراجل ده اهتم بالعمره. بعد معاويه بن ابي سفيان جاء ابنه اللي هو يزيد بن معاويه. طبعا يزيد ما كانش كويس فالحكم بتاعه او ما جابوش اعماله. طبعا يزيد مات، جه ابنه اللي هو معاويه بن يزيد ابن معاويه برده ما كانش قوي. بعد معاويه ما مات اللي هو الحفيد، مسك واحد اسمه عبد الله ابن الزبير وتم قتله. ثم جاء بقى المؤسس الثاني وهو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك مسك من 65 الى 86. خلي بالك هو ترتيبه الخامس، يعني عبد الملك ترتيبه الخامس. اما اللقب بتاعه بيسموه المؤسس الثاني. ليه؟ لان هو جه بعد ثلاثه ما كانش ليهم اعمال، هو بقى جه قدر ان هو يقضي على الفتن والثورات اللي كانت موجوده في عهده ورجع استقرار الدوله مره اخرى. الفتن دي كانت عباره عن ايه؟ الفتن كانت سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. فطبعا الوقت ده كان فيه عدم استقرار، فهو قدر ان هو يعيد الاستقرار مره اخرى، ولذلك المؤرخين اعتبروه المؤسس الثاني. طب اهم اعمال عبد الملك بن مروان، اول حاجه ان هو قام بتنقيط المصحف. طبعا المصحف في الاول ما كانش عليه نقط، فهو جه نقط المصحف. طب هذا العمل جميل جدا نظرا لايه؟ نظرا لان كان في ناس بتخش الاسلام وهم غير عرب، بيسموهم موالي، فالناس ديت ما بتعرفش اللغه العربيه اصلا، فبالنسبه له الكلام اللي هو موجود ده هو مش فاهم هو ده ايه، انما بالنسبه للعرب هم فاهمين لان هو كده كده عارف. فالراجل ده اهتم بتنقيط المصحف حتى يسهل على الناس اللي هي حديثه العهد في الاسلام ان هي تقرا القرآن. تاني عمل عندك هو عرب الدواوين. طبعا الدواوين في الأصل هي فارسية مش عربية، هو بقى خلاها باللغة العربية. تالت عمل عندك هو ضرب العملة الإسلامية، يعني قام بإنشاء عملة. خلي بالك العملة احنا كنا بنستخدمها قبل عبد الملك بن مروان ما يضرب العملة الإسلامية، كانت عملة عبارة عن درهم فارسي ودينار بيزنطي، يعني جزء من الفرس، يعني عملة بتاعت الفرس وعملة البيزنطيين اللي هم الرومان. هو بقى جه عمل العملة الإسلامية. طبعا العملة دي بتبقى مكتوب عليها الشهادة اللي هو شهادة أن لا إله إلا محمد رسول الله، وفي ظهرها اللي هو اسم الملك عبد الملك بن مروان. جه بعد كده أنشأ مسجد اللي هو مسجد قبة الصخرة. خلي بالك قبة الصخرة اللي هو موجود عندك، في ناس عندها خطأ إن فاهمة ده اللي هو المسجد الأقصى. طبعا ده المسجد الأقصى ده هي المنطقة الكبيرة اللي فيها عدة مساجد اللي هي منها قبة الصخرة. آخرا وصل حركة الفتوحات الإسلامية زي مين؟ زي معاوية بن أبي سفيان. طبعا عبد الملك توفى، جه بعد منه ابنه اللي هو الوليد بن عبد الملك. طبعا الوليد عبد الملك كان بيسمى عصره هو العصر الذهبي. خلي بالك هو مسك من سنه 86 لغايه 96، ترتيبه السادس لان ابوه الخامس هو السادس. سموا عصر بتاعه العصر الذهبي نظرا لان هو الراجل ده اهتم باكتر من حاجه. اولا اهتم بالعمران، ركز بقى معايا في اللقطه دي، اهتم بالعمران. هتقوم واخد كده كلمه بنى واعاد بناء، بنى واعاد بناء، بنى المسجد الاموي في دمشق وعاد بناء النبوي، يبقى بنى أموي وعاد بناء نبوي. المسجد النبوي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هو مش بناه هو أعاد بناء، يبقى بنى أموي أعاد نبوي. وأقام بتوسيع الحرم المكي. طبعا الحرم المكي اللي هي المساحة اللي هي المساحة اللي حوالين الكعبة، طبعا كل ما الناس بتزيد المسلمين طبعا بيحتاجوا بقى إن هو يوسعوا الحرم، فهو قام بتوسيع الحرم وقام ممهد الطرق وقام حفر الآبار عشان الناس اللي جاية من الشام ورايحة إلى مكة. اخيرا اهتم بالفتوحات الاسلاميه. وخلي بالك الفتوحات الاسلاميه في عهد الوليد بن عبد الملك وصلت الى ذروتها، يعني اعلى فتوحات كانت ايام الوليد. وصل حتى بلاد السند شرقا اللي هي باكستان وبلاد الاندلس غربا اللي هي اسبانيا حاليا. يعني انت تتخيل ان هو كان ما شاء الله واخد اسيا وافريقيا زائد اوروبا، وكان بيقدم الخدمات للناس المحتاجه والناس الفقراء والناس عابري السبيل وهكذا. هيجي بعد منه اخوه هو يزيد بن عبد الملك، بس يزيد ما كانش يعني قوي، بس كان وزيره اللي هو عمر بن عبد العزيز. فلما يزيد ده مات مسك بقى عمر بن عبد العزيز اللي هو كان بيلقب بالخليفه الزاهد. خلي بالك عمر مش ترتيبه بقى هيكون السابع، لا عمر هو ترتيبه الثامن. خلي بالك وسبحان الله عمر بن عبد العزيز هو من افضل الخلفاء اللي جم في الدوله الامويه وكان اشبه بالخلفاء الراشدين. فتخيل سبحان الله قعد قد ايه؟ قعد من 99 هجريا الى 101 هجريا، يعني قعد سنتين. ف اهم بقى اعماله، الراجل ده قام بالحفاظ على المال العام، المال العام اللي هو المال بتاع الدوله. ازاي حافظ على المال العام؟ لك ان تتخيل عمر بن عزيز قبل ما يكون هو الخليفه طبعا كان راجل غني لانه كان وزير، فكان ما شاء الله كان راجل غني.
وكان معاه اموال هو وزوجته، فاول ما مسك قام رجع الاموال اللي هو خدها من بيت المال وقام رجعها الى بيت المال مره اخرى، وقام رايح للامويين اللي هم الاغنياء الموجودين في الدوله، فقام واخد منهم الاموال وقام حاططها في بيت المال. فده كان خاص بالمال العام. طب بالنسبه بقى للولاه، طبعا هو ماسك منطقه كبيره فهو صعب ان هو يعني يحكم المنطقه دي كلها، فكان بيعين في كل منطقه والي. بس خلي بالك عمر بن عبد العزيز كان بيعين ولاء اتصفوا بيه التقوى والصلاح وحسن السيره، يعني ناس ما لهاش غلطه. ليه؟ عشان هو طبعا الناس ديت في وشه، لما يكون مثلا الولي مثلا حرامي يبقى اكيد الخليفه او الملك برضه حرامي. زائد ان هو اهتم بالعمران زي معاويه وزي الوليد بن عبد الملك. الراجل ده بنى مساجد، مهد الطرق، حفر ابار، واستصلح الاراضي اللي هي كانت فقيره، طبعا استصلح اراضي. فتخيل كل الاعمال العظيمه دي ايه اللي هيحدث؟ طبعا الخير هيعم والناس كلها ما شاء الله هتبقى مستريحه. اخيرا بقى قام بنشر الاسلام في البلدان، بس طبعا نشر الاسلام بالقدوه والمعجزه الحسنه، ما نشرش الاسلام بالقوه او بالعنف، لا سبحان الله، ده كان بيخلي الناس يعني تحب الاسلام، فادى ذلك الى دخول الناس في دين الله افواجا، يعني ناس كثيره قوي ما شاء الله دخلت الاسلام. طب سموه خامس الخلفاء الراشدين، لما؟ قال لك لان الراجل ده كان عادل جدا، كان بيستشير الناس في امور الدوله، زائد ان هو كان يعني عمل اعمال خيره، لك ان تتخيل ما كانش فيه فقير في عهد عمر بن عبد العزيز، يعني انت متخيل؟ بيت المال ما شاء الله مليان فلوس، زائد ان هو ما فيش حد مش متزوج، يعني مثلا كان بيؤمر جنوده يطلع مثلا يقول الشاب اللي مش متزوج خليه يجي عشان نزوجه، ما شاء الله الراجل اللي عليه دين يجي ونسد الدين اللي عليه، الراجل اللي هو مش قادر يصرف تعالى يا عم ونديه. فلك ان تتخيل في الوقت ده ما كانش في فقير او عازب او اي حد عنده مشكله في خلال السنتين اللي هم حكم فيهم عمر بن عبد العزيز، فلذلك شبهوه بالخلفاء الراشدين فقالوا عنه خامس الخلفاء الراشدين. طبعا زي ما قال ابن خلدون قبل كده ان الدوله بتمر باربع مراحل، مرحله النشاه ثم مرحله النمو ثم النضج ثم الاضمحلال، الاضمحلال ده اللي هي الوقوع اللي هي الضعف. نفس الامر الدوله الامويه جت في اواخر عهدها، في اخر خليفه اللي هو كان اسمه مروان بن محمد، البلد بقى او الدوله الامويه سقطت. طبعا سقطت بسبب ايه؟ اولا ضعف الملوك. خلي بالك اي دوله يقول لك ليه ما سقطت من غير ما تفكر، بسبب ضعف الملوك. بعد عمر بن عبد العزيز الدوله بدات بقى ايه ان هي تقع واحده واحده واحده. اخر واحد بدا اللي جاب اجلها اللي هو مروان ابن محمد، يبقى اول سبب عندك ضعف الملوك. ضعف الامراء والصراع بينهم، يعني مثلا تخيل ملك عنده ولدين اللي هم اخوات بيتخانقوا على ولايه العهد. ثالثا الصراع بين القبائل. خلي بالك طبعا احنا كعرب في الوقت ده كان مقسومين الى قبائل او عشائر، فطبعا كل قبيله العصبيه بقى القبليه وبتنتمي لفكر معين وطريقه معينه، فالقبائل كانت بتتخانق مع بعض، وده من العادات اللي كانت موجوده ايام الجاهليه. رابع سبب عندك هو كراهيه الموالي للامويين. من الموالي؟ الناس اللي هم مسلمين بس غير عرب. الامويين مشكلتهم ان هم كانوا بيفضلوا العرب على الموالي، اللي هو انت عربي زي، فاهم، اللي هو العصبيه، يعني انت عربي زي، انما انت موالي انت اجنبي، وطبعا الدين ما فيهوش الكلام ده. خامسا بقى كثره الفتن والثورات اللي قام بيها طبعا الشيعه والخوارج، اللي هم كانوا اصلا السبب في مقتل سيدنا عثمان بن عفان ومقتل سيدنا علي بن ابي طالب. اخرا بقى دعوه قام بها شخص بيدعى ابو مسلم الخراساني. ابو مسلم ده راجل موالي، يعني ما بيحبش اصلا الامويين. نادى للناس والدول اللي حوالين منه، يا جماعه احنا مش عايزين الدوله مين؟ الامويه، احنا عايزين دوله اسمها الدوله العباسيه نسبه لعم الرسول هو العباس. طبعا الدوله العباسيه اول شخص حكم فيها عبد الله ابن محمد ابن علي اللي هو ابو العباس. فطبعا انتهت الدوله الامويه في معركه بتسمى بمعركه الذئب سنه 132. المعركه دي على ضوء طبعا تم انتهاء الدوله الامويه. طبعا مروان بن محمد هرب وقام رايح على مصر، برضه فضلوا وراه قتلوه في مصر، وتولى عبد الله ابن محمد اللي هو ابو العباس الولايه، وهتقوم بقى دوله جديده اللي هي الدوله العباسيه. وبكده اكون خلاص درسي، وان شاء الله تعالى استنوني في الفيديو الجاي مع الدوله العباسيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.